أكد سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أهمية سباق الفورمولا 1 لقطاع السياحة في مملكة البحرين لما يوفره من عديد الفرص الاستثمارية إضافة للعوائد الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة في شتى قطاعات الاقتصاد الوطني. لا شك أن سباق الفورمولا 1 استضافته في مملكة البحرين بعد كل هالأعوام، أن الحمد لله أصبحت البحرين هي عاصمة رياضة السيارات في الشرق الأوسط، ومساهمته في قطاع السياحة لها دور كبير جدا. بفضل رؤية سمو سيدي ولي العهد في وضع البحرين في الخارطة العالمية، فالحمد لله اليوم من خلال مكاتبنا التمثيلية حول العالم وأيضا من خلال التعاون مع حلبة البحرين الدولية استطعنا أن نروج لهذا السباق، والآلاف من الزوار يزورون البحرين من حول العالم في هذه الفترة. لا شك أن مثل هذه الفعالية تروج للبحرين كوجهة سياحية، وأيضا الزوار قد يجون للسياحة الرياضية، ولكن إن شاء الله بعد زيارة البحرين المرة الأولى يرجعون لها مع عوائلهم، وأيضا فرص استثمارية من خلال هذا السباق، من خلال التعرف للبلاد. احنا شفنا من خلال الإحصائيات اللي نقوم فيها بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية أن فعلا أثناء سباق الفورمولا 1 هناك عوائد اقتصادية في شتى قطاعات الاقتصاد، سواء في قطاع الطيران أو المواصلات، الفنادق، المطاعم. فأثناء إقامة سباق الفورمولا 1 في مملكة البحرين هناك عدة فعاليات مصاحبة للحدث، الكل يقوم بدوره. فهيئة البحرين للسياحة والمعارض احنا اعتدنا في سوق المنام القديم ان احنا نقوم بمهرجان حرفنا. هذه فرصة للسائح اللي يزور مملكة البحرين يشوف عراقة مملكة البحرين من خلال سوق المنامة، وأيضا فرصة للحرفيين أنهم يعرضون بضاعتهم ويكون تجربة فريدة ما يشوفونها الحرف ولا الصناعات التقليدية إلا في مملكة البحرين. سباق الفورمولا 1 حدث رياضي جعل من البحرين الأولى على خارطة الرياضات العالمية خليجيا وعربيا، وجعلها محط أنظار العديد من كبريات المؤسسات الفندقية على مستوى العالم في إقامة فنادق لها على أرض المملكة، حيث تصل نسبة إشغال الفنادق في موسم الفورمولا 1 ما بين 85 إلى 100% حسب ما أكده مسؤولون في قطاع السياحة والفندقة. حدث الفورمولا 1 يأثر على دخل البحرين، وإحنا ما نقول بس الفنادق، نقول الفنادق، نقول المطاعم، نقول المجمعات التجارية، نقول المواصلات، مطار البحرين، فالكل راح يشتغل مع بعض. في البحرين هنا عندنا طبعا أكثر من 100 فندق على مستويات مختلفة، عندنا على مستوى 5 نجوم، عندنا على مستوى 4 نجوم وهو الأكثر عدد الفنادق، وعندنا فنادق من نجمة إلى 3 نجوم، وعندنا الشقق المفروشة اللي يسمونها سيرفيس أبارتمنت، وأعتقد نسبة سيرفيس أبارتمنت نسبة لا بأس فيها، وكثير من الزباين اللي يجون البحرين كانوا كسياحة أو جايين حق عمل أو لمؤتمر أو لمعرض اليوم يتجهون على الشقق السياحية. سباق الفورمولا 1 يعتبر فعالية دولية تستقطب العديد من الجنسيات حول العالم، وهو ثمرة للجهود المبذولة بالتعاون بين كافة القطاعات المعنية بإنجاح هذه الفعالية بما فيها الأسواق والمجمعات التجارية ومكاتب تأجير السيارات إلى جانب المؤسسات الفندقية. من الأشياء اللي صارت بالفورمولا 1 تأثيرات إيجابية على جميع القطاعات، القطاعات المادية والقطاعات المعنوية، وأنا برأيي اثنين أهم من بعض. يعني القطاعات المادية أنا بتصور السنة هذه اللي فهمته أنه حيكون في فوق 33 ألف متفرج كل يوم، فمعناتها أنه خلينا نعمل أفرج 30 ألف بأربعة أيام 120 ألف متفرج على مدى 4 أيام. هدول لو كل واحد منهم صرف بس 10 دينار الحمد لله صار في فائض، عم بحكي في قلب الفورمولا 1. إنما
اللي بيجي لهالبلد هذه انا برايي يعني معظم الناس اللي حكيت معهم واللي بعرفهم واللي جايين للحدث هذا صار له من 2004 بيجوا انتبه ودائما بعرف انه بيصرفوا اكثر من يمكن 150 200 دينار بكل سهوله كل واحد منهم. فانا باعتقادي انه التصور الواضح صار بالنسبه لكل الناس شو اهميه الفورمولا 1 ماديا. الآمال لهذا العام كبيرة خاصة بعد أن تم تمديد فترة انعقاد هذا الحدث الرياضي إلى 4 أيام بدلا من 3 أيام، فالجميع يحاول الاستفادة من المرافق السياحية والمطاعم والمجمعات التجارية إلى جانب الفنادق والشقق الفندقية من مضاعفة أرباحهم التشغيلية ونسب مبيعاتهم، الأمر الذي سيعود بالنفع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو معدلات نمو أكبر لهذا العام. للنشرة الاقتصادية إيمان شرف، تلفزيون البحرين.